نروح للحالات اللي جايه. هنا بنتكلم على احمد حسام طه. شوف هنا اللعبه دي مهمه قوي 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 قوي. كل يمكن يقول ان هنا في تسلل لكابتن شريف، ولكن شوف التميز الحكم المساعد الاول احمد حسام طه. شوف التركيز، لحظه اللعب، لحظه اللعب، ها ها ها، شوف الدقه في القرار من الحكم المساعد لما يكون مركز ورابط كويس قوي 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 لحظه التمرير وموقف التسلل. شوف هنا القدم، هنا مغطي القدم، وبالتالي هنا الخط كمان موضح له يا كابتن. والخط طبعا بنقول للحكام يا كابتن شريف، صح، بنقول دايما كحكم مساعد حاول لو اللعبه هنا على الخط حاول تستخدم الخط دوت يساعدك في تحديد اذا كان اللاعب في موقف تسلل او لا. انا هنا بشيد بالتمركز الهايل لاحمد حسام طه، وهنا خلى فيه استمراريه للعب، وهنا كان ممكن يجي منها هدف، وبالتالي هنا كان قرار صحيح من احمد حسام طه. يمكن اول حاله هلال معانا لاحمد حسام طه. على فكره رايح كاس العالم، بنقول له توفيق ان شاء الله في اندونيسيا.